الو، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي واحدة من الجمل التكتيكية اللي وضعناها في يوم ما قديما يعني، وفي واحد اخ يعتز بها كثيرا، يقول انه لو دربنا هذه الفعاليات التدريبية اللي يسميها الجمل التكتيكية، قال يمكن ان الفريق يرتقي مستواه، لان يكون هناك تفاهم ثلاثي زوجي رباعي حتى يصل الى 5-5 يعني، او يصل الى 5-5 في مناطق مزدحمة مثلا، ويكون على جانب، وممكن ان يكون من الجانبين، فالجناح والدفاع والمهاجم المركزي في وضعيات مثل هذا، عندما يكون شوف هذا اللاعب اللي عند الكرة لاعب وسط يلعبها الى مدافع، انا اركز الان على مدافع او جناح 7 أو 11 او كليهما، ويكونون حول منطقة الجزاء، في أي مكان حول منطقة الجزاء هم المهاجمين المركزيين مثل 10 أو 9 مثلا. تحرك المهاجمين ذولا باتجاه الجناح، تحركهم يخلق فراغ في المنطقة اللي بينهم، فراغ كبير، لأن بالتأكيد المدافعين المركزيين يروحون خلفهم بالتأكيد 100%، ما في مجال للشك. ولو لم يذهبوا خلفهم فالمهاجم محظوظ يستلم الكرة يستدير ويهاجم المدافع اللي تأخر عن متابعته. فاللعب المناولة الأولى بطريقة مناولة جدارية، والثانية بطريقة مناولة جدارية خلال انسحابها اللاعبين واستلام الكرة بمنطقة الوسط. الآن أصبحوا، تذكر الآن لاعبين سينهم أصبحوا قريبين، يشكلون مثلث مع اللاعب 7، فيكون الاختراق من منطقة الوسط ناجح، وإن لم يكن ناجح فخطر جدا جدا جدا. فما تحتاج أنت من هؤلاء المهاجمين اللي هم 10 و9 سوى أن يسحبون المدافعين لمناطق تؤدي إلى فتح ثغرة، لاحظ فتح ثغرة بين اللاعبين، فدخول اللاعب بالاختراق بالدحرجة يكون ناجح. وكما قلت أنا، لأن أحد الأخوة أعاد لي إرسال هاي الصورة، هو عنده يجمع كل اللي أقوله، قال أريد شرح عليه، فيكون التمرين من أحسن تمارين كرة القدم يعني. وانت كمدرب تعمل من اليمين من اليسار، وانت كمدرب انه تحاول ان تدخل متغير اخر، فلا يكون مثلا التمرين على شاكلة واحدة. فعلى سبيل المثال الحصر، لو انا قمت وقلت هذا اللاعب خلال تقدم اللاعب 9 إلى لعب مناولة جدارية ثم التمرير إلى اللاعب 10 ولعب مناولة جدارية ثانية، أنه هو اللاعب هذا يضع تخيلا أنه اللاعب اللي 10 المضغوط بواسطة المدافع لم يلاحقه، المدافع تركه، قال لأن هذا في منطقة غير خطرة، فما ترك الفراغ، انت عندك شيء اسمه تكتيك وكاونتر تكتيك. فالمهاجم بقى واحده، هنا المهاجم يستدير يترك عمليه الاختراق بواسطه اللاعب 7 ويدخل هو يخترق على منطقه الجناح، يكون 7 و9 في منطقه الجزاء، يكون جمله تكتيكيه مركبه، واحده لاجل الاختراق من العمق، واحده لاجل الاختراق في الجناح، الأولى من قبل اللاعب 7 والثانية من قبل اللاعب 10، وفي كلا الحالتين من هاي المناطق من ينسحب اللاعب ومن يصير العمل بالاختراق، اللاعبين المهاجمين يرجعون يهاجمون يعني مثل البرق يرجعون. فدائما تكون حركة يسموها toward the player and toward the goal، هذا مصطلح أنا يعني من كنت أدرس سمعت toward the ball
toward the player و toward the ball. toward the player مثلا هذا، او لان هاي الكرة اجت ف toward the ball and toward the goal. اسأل لي ولكم الصحة والعافية. والشخص طيب جدا وقال يا ريت كل التمارين المرقمة فقط دون شرح دكتور تعيد شرحها يكون نستفيد أكثر إن شاء الله بعون الله تعالى. اليوم 17 10 2024، حياكم الله، شكرا جزيلا.